صباح الخير لجميع مشاهدي صباحنا غير على هوا الإخبارية السورية. اليوم السبت 23 تموز 2016، إن شاء الله يكون هاليوم حامل معه الخير والسلام لكل واحد فينا. تحيتنا الصباحية الأولى من جددها لرجال الله في الميدان، أبطال الجيش العربي السوري يلي عم يجسدوا ببطولاتهم وتضحياتهم إرادة الحياة عند كل واحد سوري مؤمن بقضية وطنه، وأنه الشمس بسوريا على مر التاريخ دايماً عم تسطع على الإرهاب والمستعمرين. صباحنا غير جديد بلش بفقراته المتنوعة وضيوفه الجداد، وأكيد صباح عليك فرحي. سعد صباحي. صباح الخير أكيد إليك أريج، وصباح الخير لكل المشاهدين وين ما عم يحضرونا. اليوم ندعي كل المشاهدين أنه يرافقونا بمحطات رحلتنا الصباحية اللي منبدأها يوميا على توقيت عاصمة الياسمين مدينة دمشق. تحية دايما لرجال الجيش العربي السوري. يوم جديد عم نحاول نرصد فيه مختلف الأنشطة من دمشق وباقي المحافظات السورية من سوريا والعالم. رحلتنا الصباحية لليوم بضيوفها وفقراتها بلشت لكن بعد الفاصل. فرح، مواقع التواصل الاجتماعي اخذت يعني وقت كبير من حياتنا، لكن برايك يمكن قديش هي اثرت بحياتنا والمواضيع يمكن يلي كانت تتداول على الفيسبوك، قديش كمان ممكن هي تكون قابله للتصديق وممكن هي تكون خبر ومر؟ يعني اريج الملفت اليوم ممكن تلاقي يمكن نسبه كثير كثير قليله من الاشخاص يلي ما عندهم فيسبوك او فعلا ما بيقضوا ساعات كثير طويله على مواقع التواصل الاجتماعي، فممكن بهي المواقع نحن نلاقي شيء بيفيدنا وممكن تكون ضياع وقت بس تختلف من شخص لآخر، بس ما فينا نقول غير انه هي فعلا خففت من التواصل الاجتماعي بين العالم وإلها نسبة وأثر كتير سلبي بالرغم من الآثار الإيجابية الثانية. أكيد فرح، كاميرا الإخبارية السورية برفقة ميسان حمدان استطلعت آراء الناس بالشارع السوري، خلونا نتابع مع بعض بهالتقرير. لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي موضة أو شيء دخيل على حياتنا، وإنما أصبحت جزء لا يتجزأ منها، ومهما اختلفت الآراء حول إيجابياتها أو سلبياتها بيبقى إلى حيز من حياتنا. فيسبوك من أكثر وسائل التواصل انتشار ورواج وخصيصاً بالمجتمع السوري. عندك فيسبوك؟ عندي فيسبوك. ايش تقعد كم ساعة باليوم على الفيسبوك؟ يعني شي 3 ساعات، ما يقارب بين 3 ساعات تقريباً. مثلاً عم بشتغل ما قليل بعد ليه؟ ايه قليل يعني ما اثناء العمل ممكن انك تفتح الفيسبوك؟ ايه وبلتها على العمل كمان هاي الشغل. مالي وقت اشتغل فيه، ما عندي وقت فاضي. ما بحبه. ايش بتحس انه مضر او شيء يعني؟ لا مو مضر، بس هو فعلا له مضار اكثر من فوائد حسب اللي بده بقى. كم ساعة تقريبا باليوم تقعد على الفيسبوك؟ ديبندينج على شغلي. هلا انا زلمة معظم الاحيان بكون عندي شغل سو ما كثير بقضي وقت. فيني اقول واحد ساعة. عندك فيسبوك؟ ايه. كم ساعة تقريبا باليوم تقعد على الفيسبوك؟ اخر ساعة اخر الليل قبل ما انام. شو اكثر المواضيع اللي بتستهويك؟ بتابع الاخبار بشكل عام حول العالم، ما بقدر اوصل لها، بقدر اتابع اخبار رفقاتي اللي ما عندي ارقامهم او لاني خارج البلد فقط. طيب بتحس انه فوائد الفيسبوك او ايجابياته اكثر من سلبياته او بالعكس؟ هلا سيف ذو حدين، شلون فيك تستخدميه بتستخدميه. طيب شو اكثر المواضيع مثلا يلي بتستهويك وهو ممكن انك تتابعها على الفيسبوك؟ الرياضيه والدينيه اكثر شيء. المواضيع الاجتماعيه يعني والرياضيه. المواضيع اللي تكون تهمنا يعني مثل شغلات طبيه اجتماعيه، نتواصل مع يعني العالم الاصدقاء وهيك. طبعا هلا انا طالب جامعي بستفيد منها بالجامعه كثير، ينشروا على محاضرات فوائد تعليميه يعني. اي طبعا شو بدنا يعني، نضل اكثر شيء مثلا نتابع الاخبار. بحب اتابع الصور اللي فيه هيك اشياء، اخبار، كل الاخبار اللي بتهم الوضع الحالي عم تمر فيه سوريا.
يعني مثلا الجيش شو عم يصير، وين وصلنا. طبعا هي اكثر شيء بالفيس بتلاحق هو الصفحات هاي، ممكن احيانا كمان في شبكات الازياء او كأنثى يعني، فبتابع هيك شغلات على الفيس. رغم الحرب وتبعاتها على حياة السوريين، إلا أن تنوع اهتماماتهم حتى على وسائل التواصل الاجتماعي بيعكس إرادة الحياة والتحدي الموجود لديهم. يعني أريج مثل ما شفنا أنه فعلاً في نسبة كبيرة من العالم إذا ما كانت مدمنة فيسبوك فهي عم بتقضي ساعات كتير طويلة، لكن الشيء اللي فاجأني شوي صراحة أنه فعلاً في ناس يعني ما عندها فيسبوك أو ما عندها من اهتمامات الفيسبوك. وبالمقابل كمان يعني في أشخاص تانيين يمكن عم بيضيعوا شوي وقتهم بالشغل على الفيسبوك وعم يتلهوا بالشغل، يعني عم تختلف الآراء كل واحد حسب اهتماماته وحسب وين بيحب يتابع الأخبار وشو أنواع الأخبار اللي بيحب يتابعه والصفحات كمان. أكيد أريج، خلينا هلا نروح لفقرتنا اليومية أريج ونترافق مع بعض، نقلب صفحات الزمن لنشوف شو تسجل بتقويم الأيام بالتقرير التالي. لكل يوم أحدثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1829 ويليام بيرت يسجل براءة اختراع الآلة الكاتبة في الولايات المتحدة، وفي عام 1995 المملكة المتحدة ترسل 1200 جندي من قواتها إلى سراييفو المحاصرة، وفي مثل هذا اليوم من عام 2014 سقوط طائرة الخطوط الجوية التايوانية ترانس آسيا الرحلة 222 أثناء محاولتها الهبوط في المطار وقد أودى الحادث بحياة 48 شخص. وفي عام 2015 وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تعلن اكتشاف كوكب شبيه بالأرض وهو كليبر 452 بي وأطلق عليه اسم كوكب الأرض 2. ومن أبرز الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام 1906 فلاديمير بريلوغ عالم كيمياء كرواتي سويسري حصل على جائزة نوبل في الكيمياء في عام 1975. وفي عام 1976 جوديت بولغاري لاعبة شطرنج هنغارية. ومن أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1916 ويليام رامزي عالم كيمياء اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء في عام 1904. وفي عام 1968 هنري ديل طبيب بريطاني حصل على جائزة نوبل في الطب في عام 1936. وفي مثل هذا اليوم من عام 2012 سالي رايد رائدة فضاء أمريكية. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. شخصيات عديدة أبصرت النور وشخصيات غادرت عالمنا بمثل هذا اليوم، خلونا نتعرف مع بعض على شخصيتنا لليوم. سالي رايد فيزيائية أمريكية ورائدة فضاء سابقة في وكالة ناسا، التحقت بوكالة ناسا في عام 1978 وفي عام 1983 أصبحت أول امرأة أمريكية تصل إلى الفضاء. أسست رايد في عام 2001 مؤسسة سالي رايد ساينس، وهي مؤسسة تقوم بنشر برامج تعليمية تستهدف تلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية وتحثهم على دراسة العلوم والتفكير بالبحث العلمي مع تركيز خاص على البنات في حقل الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا. سافرت رايد إلى الفضاء على متن رحلة المكوك تشالنجر في عام 1983 لتصبح أول امرأة أمريكية تصل للفضاء، ثم عادت في رحلة ثانية على متن المكوك نفسه بعد عام واحد. نشأت رايد في لوس أنجلوس وحصلت على عدة درجات علمية بينها الماجستير والدكتوراه في الفيزياء، وانضمت إلى فريق رواد الفضاء في وكالة ناسا في عام 1978.
توفيت سالي رايد في 23 من تموز من عام 2012 وهي بعمر 61 عاماً بسبب سرطان البنكرياس. محطتنا التالية أريج اليوم من عالم الطب، ومع عنوان تصدى ندوة علمية لنقابة أطباء سوريا بالتعاون مع رابطة الغدد الصنف اضطرابات استقلاب الكلس والعظام، هو موضوع جمع الأطباء من مختلف المحافظات لطرح آخر الأبحاث يلي تم التوصل إليها بهذا الموضوع. أكيد لحتى نتوسع بهذا العنوان يلي تصدرته الندوة العلمية، معنا بالاستوديو الدكتورة أمل حرفوش رئيسة رابطة السورية للغدد الصم والاستقلاب. يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيك. يعطيكم العافية. الله يعافيك. صباحك دكتورة. صباح الخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. نحكي عن الندوة شوي. طبعا الندوة العلمية اللي هي أقيمت في يوم الخميس 21/7 من الساعة 11:30 استمرت للساعة 8:30 مساء. طبعا هالندوة هي حلاوتها أنه جمعت الأطباء من جميع المحافظات، اللاذقية، حلب، حمص، سويدا، يعني جميع محافظات القطر، ونفس الوقت طبعا من اطباء من دمشق. طبعا حتى المحاضرين كانوا من مختلف المحافظات وليس من محافظه دمشق، وطبعا تم التبادل العلمي والخبرات بين هالمحاضرين طبعا، واعطوا طبعا نقاش، واعطوا صار في نقاش علمي على اساس انه يعني يوصلوا لتوصيات محدده انه ممكن انها تفيد او انه يمكن الواحد يمشي عليها، لانه هالندوه هي اللي هي اضطرابات استقلاب الكلس والعظام من اسمها هي ندوه مشتركه، يعني في اكثر من اختصاص، في ممكن نشوف العظميه بيشتغل فيها خصوصا ترقق العظام، المفاصل، ممكن النسائيه حتى ممكن، ف يكون الموضوع يمكن متكامل. فكانت ثلاث محاور هي، اولا المحور الاول هي عن جارات الدرق، جارات الدرق طبعا الغدد اكيد هن الاولى فيه انه يحكوا فيه. المحور الثاني هو عن فيتامين د، عن فيتامين د طبعا وعلاقته بالكلس، والمحور الثالث كان عن ترقق العظام وما، فكان كثير النقاش مجدي واكيد وصلت الفكره لكل الحضور. يعني دكتوره دائما بيكون اختيار الموضوع خاصه انه عم يجمع اطباء من مختلف المحافظات، يعني في تركيز كثير كبير عليه، خبرونا سبب اختيار هذا المرض بالتحديد وكيف تم النقاش بهذا الموضوع؟ طبعا المرض لانه يعني عام وممكن انه نشوفه عند اي فئه من الناس، ممكن نشوفه عند الاعمار المبكره، عند الاعمار بعد سن اليأس، فكان تداول الافكار انه نحن ممكن انه نوصل اذا كان في عندنا اختلاف مثلا بالاراء، ممكن انه شو اللي ممكن، شو الفكره اللي ممكن يعني توحد هذه الافكار وتوحد هذه التوصيات، بحيث انه نطلع بتوصيه او نطلع بفكره انه تكون مع جميع الاطباء او مع من مختلف الاختصاصات، انه تكون تفيد المريض بحيث انه نوصل لعلاج ناجع وناجح للمريض. نعم، يعني دكتور مثل ما حكيت لنا المشاركه كانت يعني من مختلف المحافظات، كيف تم اختيار المشاركين او حتى كمان يعني المشاركين من حضور ومن محاضرين؟ تمام. هلا الندوه هي طبعا بتبلش تحضيراتها من قبل 3 شهور، يعني ونحن بنعلن عن البرنامج العلمي انه نحن مين بده يشترك من المحاضرات من جميع المحافظات، فبيبلشوا يبعثوا محاضرات، وطبعا في لجنه علميه بتقيم هذا الموضوع وبتقيم انه نوعيه المحاضرات لازم تكون بالندوه، وعلى اساسها نحن طبعا بنعلن عن الندوه ومنقيمها، يعني هذا الاساس فيها انه التنظيم كثير الاول شيء، وبعدين انه ممكن انه المحاضرين ومختلف المحافظات، طبعا هالميزه هي اللي ممكن تجمع هالمحاضرين رغم الظروف الصعبه اللي عم نمر فيها، فهي الشيء ما هو سهل، فان شاء الله نكون دائما قد المستوى ودائما قد المسؤوليه. نعم، يعني دكتوره دائما عم بتشوف انه في دورات وندوات بشكل دوري ودائم، يمكن ما توقفت رغم الاحداث اللي عم بتصير، قد ايه اليوم في اهميه كبيره لهي الندوات طبعا بتطوير وان كان باكتشاف علاجات للامراض وان كان ايضا في الجانب الوقائي بالاضافه للجانب العلاجي؟ طب هلا الندوه مثل ما قلنا لها اهميتين، اجتماعيه والى اهميه علميه. الاهميه الاجتماعيه حكينا عنه ان هي بتجمع محاضرين من جميع المحافظات وبالتالي حضور من جميع المحافظات،
فهي معناتها انت شو عملتي انت عرفتي او انه اللي عرفتيهم على بعضهم وممكن انه جمعتيهم مع بعضهم وقدرتي انه يتواصلوا مع بعضهم من جميع يعني انت خلقتي جو جديد خلقتي جو الفه ممكن وتقالوا تبادل خبرات بين كل هالجو هذا. والشغله الثانيه الناحيه العلميه اخر ما تطور المستجدات العلميه اللي ممكن توصل له العلم بهالمجال هذا فكان طبعا فهذا الشيء بهمنا لانه ممكن انه هذا يعني اللي ما عن يعني يجدد المعلومات فهذا الحكي وطبعا وقت النقاش بيصير مع هالتبادل هذا فاكيد بتترسخ المعلومه طبعا واكيد نحن الى هالحكي بقيه انه لازم نستمر بهذا الشيء لاحسن واحسن. نعم كمان دكتوره من المحافظات اللي شاركت معكم كمان اطباء من محافظه حلب يعني رغم الظروف اللي عم يمروا فيها اهالي حلب وخاصه الاطباء يعني هن بعدهم عم يسعوا لمواكبه التطور العلمي ان كان العلاجي او الوقائي كمان قديش مشاركتهم كانت مهمه؟ كثير مهمه مشاركتهم من حلب من اللاذقيه من حمص من طرطوس مثل ما قلتي حلب هلا لانه مدينه تتعرض هلا اكثر للظروف بشكل اصعب بس يشكرون ولبوا الدعوة وهن معناتها هذا دليل على أنه الإنسان السوري ممكن أنه يعني خلاق وممكن أنه مبدع وممكن بطبعه وأي واحد إنسان بحب بلده لازم يكون بهذه الطريقة يعني دائما يسعى للعلم ويسعى للتجديد ويسعى لرفع مستوى بلده وخصوصا بهالظروف اللي نحن عم نمر فيها الحرب الكونيه اللي عم تمر فيها سوريا. دكتوره خلينا نحكي تفاصيل اكثر عن مضمون الندوه اليوم شو ضافت قدرت تضيف هي الندوه بهذا المرض تحديدا اضطرابات الكلس بالعظام خبرينا اكثر. هلا اضطرابات مثل ما قلنا نحن الندوه اول شيء عن جارات الدرق كل شيء حديث عن جارات الدرق من مثلا اختلاطات نقص كلس بعد عمل جراحي على درق على الدرق مثلا ممكن انه نشوف شو هو فرط نشاط جارات الدرق الثانوي عند مرضى الكليه ممكن ان اخذنا مثلا جانب كيف استئصال جارات الدرق اللي عنده فرط كلس دم يعني هي بحثت عن فرط كلس الدم عن نقص كلس الدم من خلال امراض بجارات الدرق بعدين رجعت على الفيتامين د الفيتامين د واهميته عند الانسان واهميته انه كل انه البحر الابيض المتوسط كله متهم انه يكون عنده عوز فيتامين د فهان صار في نقاش اكبر نتيجه انه الفيتامين د ممكن انه يمتص يعني انه في شمس ولكن ليس هنا دائما في عوز فيتامين د فكمان صار في نقاش حوله انه ممكن يكون سبب جيني بالموضوع وليس فقط سبب تعرض الشمس او اكل او كذا في عنا شو اسمه العنصر الثالث اللي هو ترقق العظام اللي هو عند خصوصا النساء بعد سن اليأس وحتى او حوالي سن اليأس وحتى كمان ممكن انه نشوفه باعمار مبكره فعرضنا كمان تشخيص وعلاج وعرضنا الارشاد العلاجي لكل الاعمار وان شاء الله نكون وصلنا الفكره الاساسيه لبهالمؤتمر لكل الموجودين والمحاضرين وهو طبعا هن لكل محافظات يعني المواضيع اللي تقدمت والنتائج يمكن اللي استخلصتوها من هالندوات والحوارات قديش هي ممكن كانت نتيجه ابحاث بعض الاطباء او المحاضرين واطلاعهم اكيد على التطور العلمي بهذا الموضوع طبعا هلا نحن وقت بنرجع في عندنا كان الجايد لاينز يعني هي الارشاد العلاجي اللي بالجمعيه الاوروبيه والجمعيه الامريكيه طبعا كلها بنعرضها نحن وبنعمل خبرات يعني توصيات من جميع انحاء الجمعيات وبنعملها كمحاضره انه شو هي التوصيات الاخيره اللي ممكن ان نمشي فيها واللي هي ممكن مثلا وخبرات سوريه ممكن انه حالات سريريه نتناقش فيها ونفس الوقت انه نعطي شو عملنا بهالحالات السريريه وشو توصلنا من نتائج فيها فبصير هيك في التبادل من يعني من الكتب ومن الحياة وتبادل الخبرات بين بعض والحالات السرية يعني. طبعا أكيد يعني هي النقاش اللي أنت ممكن يغنوه المحاضرين والحضور بالأسئلة والأجوبة فهي اللي بتعطي هذا الشيء اللي بتعطي يعني العلم والمنفعة والفائدة نعم دكتورة عم نحكي قد ايه مهم اليوم استمرارية هي الندوات لكن أكيد في صعوبات خبرينا أكثر شو ممكن الأطباء والمشاركين تواجهون صعوبات كيف عم تقدروا تتغلبوا عليها لحتى نضمن أنه نجاح هي الندوة وأنه تعطي نتائج هلا الصعوبات الا ما يكون في بكل عمل تعملي في صعوبات بس الحمد لله بتعاون الاطباء بتعاون كل شيء بده يشتغل
بتعاون الناس الطيبة كلها ممكن أنه ننجح بعمل ويصير هذا العمل، يعني مهما كانت الصعوبات ممكن يصير. نعم دكتورة، كيف بتقرر إقامة هيك ندوات واختيار الموضوع وتوقيتها وحتى المشاركين فيها؟ مثل ما قلنا بتجتمع لجنة، نعم. في عندك مجلس ممكن يجتمع مع بعضه، فهذا المجلس بيقرر مثلا أنه نحن نقيم ندوة باليوم الفلاني. هل مثلا طبعا اكيد قبل الوقت او بشي شهرين لثلاث شهور لحتى نقدر نحضر المحاضرات ونحضر الجو العام للندوه، وبعدين ممكن انه المحاضرين المحاضرات ترسل من جميع المحافظات، يصير في كمان لجنه نفسه اللجنه مجلس او لجنه علميه بتقيم هذا الشيء هذا العمل انه هالمحاضرات هي كلها منيحه كيف تسلسلها، وبالتالي ثم تصدر برنامج، هالبرنامج هذا بنقول لهم انه تحديدهم انه كذا اليوم بالفلاني، وهذا هو هيك بصير الالتزام. طبعا العمل شركات الادويه، شركات الادويه لهم باع كبير طبعا بدعم هالندوه، لانه لو ما شركات الادويه ما فيها الدعم لهالندوات هي، طبعا هي اللي ممكن انها تساهم بحجوزات الاطباء، تساهم بكل شيء، يعني حتى بتغطي تنظيم الندوه الغدوات وتغطي المطبوعات، فكمان شركات الادويه كثير الها هي الدور الاكبر الها، ونحن مكملين، يعني احنا مكملين لبعض، شركات ادويه اطباء، فكلياتنا عم نشتغل يعني لنوصل لهالعمل اللي عملنا. نعم، يعني كمان دكتورة ما فينا ننكر انه ممكن كثير في امراض وخلينا نقول انواع من الاوبئة انتشرت او ممكن انها تنتشر، بتاخذوا بعين الاعتبار امكانية حدوث مثل هي الامراض او حتى نسبة الانتشار حتى تكون موضوع للندوات القادمة؟ هلا الاوبئة لها يعني مضمار ثاني غير نحن، يعني طبعا كل واحد له الامراض السارية والمزمنة هي اللي بتشتغل بالاوبئة او بالهي، فنحن وقت بيصير وباء بالنسبة لنا يعني امراض الغدد وباء ما في عنا احنا اوبئة اوبئة، بس في عنا مرضى السكري، السكري طبعا شغل الشاغل لكل العالم، فهو كمان له دائما الحيز الاكبر بكل شغلنا. نحن نقول دائما نحن بنشوف شو هي الامراض الاكثر انتشارا او يمكن اللي عم بتتعب العالم كثير وبنقدر نختار موضوع. ايه بالنسبه هلا نحن الندوه القادمه ان شاء الله او المؤتمر القادم سيكون عن اضطرابات النخامه والقذر والسكري. نعم. يعني نحن اخذنا عملنا ندوات غطينا المواضيع كلها اللي تبع الغدد، فبقيان انه بس السكري دائما موجود، عرفت السكري لانه هو الشغل الشاغل لكل العالم انه بده يكتشفوا له علاج بدهم يظبط فيه، فنحن حنكمل ان شاء الله، يعني مثل ما بتقولي انه خلال سنه كملنا منهاج الغدد الصم. فبقيان النخامه كان اضطرابات النخامه اضطرابات الكظر، وفي عندنا السكري دائما موجود مع الغدد. يعني السكري هي رح تكون الندوه المقبله؟ لا، سكري ونخامه وكظر. نعم. الغده النخاميه، الغده الكظريه والسكري. نعم، يعني بتعتمدوا انه طبعا هذه الندوه ثلاث ايام وهي حتكون اكبر من هلا مؤتمر بما فيه ان شاء الله. على العاشر باذن الله. يعني بتعتمدوا على الندوات اللي عم تقوموا فيها، يعني مثل ما حضرتك قلتي السكري، على النتائج الجديده والابحاث الجديده والتطور الطبي الحاصل بهيك مواضيع؟ اكيد ما عم نقول لك نحن دائما بناخذ اجد شيء بالعلم. نعم. يعني نحن بنبحث بالشيء شو استجد من علم، فبنحطه نحن بمحاضراتنا لحتى نوصل الفكره لهل هي، يعني ما بنبقى على القديم، لازم يكون في تجديد طبعا، وهالتجديد هذا لازم ينتقل ويتناقش بين الاطباء الموجودين والمحاضرين الموجودين. نعم دكتوره، بالنهايه بدنا حابين نعرف شو هي الخطط المستقبليه، شو هي الندوات يلي ممكن يكون في خطه لحتى تقوم وتقدروا تكملوا فيها؟ كمان مثل ما قلنا بنعمل اجتماع هلا قبل وبنبلش. لسه ما قررتوا؟ لا لسه نحن، لا تقريبا ايه مقررين على الندوه الجايه، مقررين باذن الله على المؤتمر بالشهر العاشر باذن الله، طبعا هي بتكون نهايه السنه ما عاد فينا نقوم اكثر من هيك، فالسنه الجايه بنفكر وان شاء الله بتكون احسن من هالسنه. اكيد نحن بنتمنى لكم كل التوفيق، ودائما يعني التطور العلمي بسوريا مستمر، واكيد بهمه الاطباء الموجودين بكل المحافظات السوريه. شكرا كثير لك دكتوره امل حرفوش رئيسه الرابطه السوريه للغدد الصم والاستقلاب. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. شكرنا لك دكتوره ولكل الاطباء وايضا للجهود المبذوله ان كان في الندوات وان كان حتى في الناحيه العلاجيه والوقائية. شكرا لكم. أطفال سوريا هم صمام أمانها مستقبلها وغدها الواعد، بعلمهم وموهبتهم يضمنون إشراقة غدها، مثل كل يوم ببرنامج صباحنا غير عم يكون لنا وقفة مع مواهب سورية بالغناء والتمثيل من الأطفال. فقرتنا شمس الغد من تابع مع بعض.
of Syria. أما هلأ فرح وصلنا لمحطتنا الثقافية لليوم وأولى أخبارنا الثقافية رح نبدأها معك. أكيد أريش، خلينا نروح لخبرنا الأول وهو من دمشق، تحديدا خان أسعد باشا العظم في البزورية، حيث يعقد برعاية وزارة الثقافة أيام ملتقى دمشق الثقافي. تفاصيل أوفى بتقرير نرمين عمار. لأن صوت الحياة أقوى ونبض الحضارة والعراقة ما زال ينبض فيها، افتتح في خان أسعد باشا وبرعاية وزارة الثقافة ملتقى دمشق الثقافي الأول، وذلك لمدة 4 أيام، حيث تضمن اليوم الأول افتتاح معرض الفنون التشكيلية ومعرض الكتاب، انتهى بحفل فني لفرقة قصيد الفنية. هدف الأساسي نحن نشارك كل المجتمع السوري بهذا الملتقى، وندعي كافة الشباب والصبايا واليافعين وكافة شرائح المجتمع تبعنا ليجوا يشاركونا بهذا الملتقى. طبعا ملتقانا هو ملتقى الثقافة، ثقافة الحياة، ثقافة حب الفن، ثقافة حب الشعر، وثقافة حب الموسيقى، ضد ثقافة الجهل والحرب والقتل والتدمير الذي تشهده بلادنا في الوقت الحاضر. احنا اليوم الرسالة اللي عم نقدمها انه موسيقتنا غنيه جدا، التراث السوري غني جدا بالموسيقى، واجبنا نحن كموسيقيين اكاديميين سوريين الحفاظ عليه والعمل على تطويره ونشره بالطريقه اللائقه التي تليق بقيمه هذا الفن وهذا التراث. ملتقى كاملا والمعرض بشكل خاص نحن عم نوصل رساله للعالم انه وجود الفنانين السوريين والنشاط الثقافي السوري هو نبع وعطاء في سوريا، مهما كانت الأزمة والشدد نحن موجودين وقادرين من أنه نرجع تعيش هي سوريا عايشة في حالتها الثقافية وحالتها الفنية الصحيحة. هذه الفعاليات الثقافية المتعددة يأتي معرض الكتاب ليرفدها بشكل أساسي وهام في الحقيقة. الهدف من هذه الملتقيات هو نشر المعرفة والثقافة بين إخوتنا المواطنين والأجيال التي يمكن أن نراها في هذا الملتقى كجزء من واجبنا تجاه هذا المجتمع. تتوالى النشاطات الثقافية في سوريا وبكافة المحافظات، فهنا شعب يحب الحياة ويتذوق الجمال بمختلف فنونه. وإلى عالم الأفلام، حيث تم استبعاد الفيلم الكرتوني دونالد داك التابع لشركة والت ديزني العالمية من قائمة المواد المحظور عرضها وفقا لقرار محكمة رئاسة إقليم كامتشاتكا. ووجه المدعي العام نداء طالب فيه بتعديل العقوبة على عرض المادة المصورة بطوط في بلاد نازية بحذفها من قائمة المواد المتطرفة، معللا ذلك أن هذا الجزء من سلسلة دونالد داك ما هو إلا رسوم حركة كلاسيكية تم تصويرها داخل استوديوهات والت ديزني ضمن حملة دعائية ضد هتلر. وقد تم التأكيد على أن الفيلم لا يحتوي على رسائل عدوانية أو عنصرية، أما عن النازية التي عرضت في هذا الفيلم القصير فقد قدمت بشكل كاريكاتوري ساخر. وتدور أحداث القصة حول شخصية بطوط في أثناء عمله مع النازيين لإنتاج أكبر عدد من القنابل بطريقة كوميدية وساخرة، حيث يعمل بطوط كجندي ألماني في ظل حياة صعبة وقاسية. وقد حصل هذا الفيلم على جائزة الأوسكار للأفلام القصيرة عام 1942.
يم يم. أريج من لبنان يلي بيمتلك وفرة من الأثار القديمة يرجع تاريخ بعضها إلى آلاف السنين، حيث يعمل الكثير من الفنانين اللبنانيين على إعادة ترميمها وفي خضم فورة البناء التي تغذيها أموال من الخليج والمستثمرين اللبنانيين. ترتفع الأبراج الجديدة في أنحاء العاصمة اللبنانية وكثير منها يقام على أنقاض التراث المعماري المهدم، في حين يحاول قليل من دعاة الحفاظ على التراث إنقاذ بعض المباني التاريخية والتقليدية في المدينة. وكشفت أعمال البناء على مدار سنوات في المدينة التي مزقتها الحرب في السابق عن طبقات كثيرة من ماضي المدينة، تم العثور على أثار من الحضارات الكنعانية، الفينيقية، اليونانية، الرومانية، البيزنطية، المملوكية، العثمانية في العاصمة اللبنانية. فرح ما رح نبعد كثير عن اجواء الثقافه ورح نبقى باجواء الفن والابداع السوري، فبرعايه وزاره السياحه يقيم جالوري النحات مصطفى علي الملتقى الاحترافي للنحت على الرمل في اللاذقيه، الدوره الثانيه لعام 2016 بالتعاون مع البيت العربي للموسيقى باللاذقيه، ويضم 14 نحات من مختلف المحافظات السوريه وخريجي كليه الفنون الجميله قسم النحت. ريج الملتقى عم بيكون بمنتصف الشهر التاسع بشاطئ البانوراما في اللاذقية، يحيي الافتتاح حفل موسيقي لأوركسترا البيت العربي التي تضم 40 عازفا. أكيد لحتى نحكي أكثر عن الفعالية معنا بالاستديو الفنان علي الشيخ ومؤسس ومدير الملتقى. صباح الخير علي وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. يسعد صباحك. أهلا يسعد صباحك. يعني الملتقى فريد من نوعه وأكيد له طابع مميز، خلينا نحكي شوي كيف تم التنظيم لهالملتقى. السنة الماضية كانت الدورة الأولى كمان برعاية وزارة السياحة وقاموا جالوري مصطفى علي. طبعاً نحن قلنا 3 سنوات عم نشتغل على هذا المشروع بحيث يكون ياخذ الطابع الاحترافي. هيدي السنة حاولنا نتلافى كل الأخطاء اللي مرينا فيها السنة الماضية. رح يكون في عدد من النحاتين إضافة للنحاتين اللي شاركوا كمان السنة الماضية اللي صار عندهم خبرة طبعاً بهي المادة الخام اللي هي مادة الرمل. طبعاً هيدا نحكي شوي عن ملتقيات الرمل اللي بتصير بكل دول العالم، بتصير على أغلب الشواطئ في البحر الأبيض المتوسط وغيرها من الدول. طبعاً هيدي الفكرة موجودة فبس بسوريا ما تنفذت ولا مرة، فكانت الفكرة إنه ليش ما بيصير يعني هذا الشيء بالبلد، واشتغلنا كثير على الموضوع. طبعا وزاره السياحه كثير ساهمت بهذا الشيء لانه هو بياخذ بالاضافه لانه طابع ثقافي بياخذ طابع سياحي اكثر كونه عم بيصير على الشواطئ الساحل السوري. يعني الشيء المميز علي انه ما عم نشوف بس ملتقى رمل، ما عم نشوف بس اعمال نحتيه مثل ما فهمنا، انه في ايضا فرقه موسيقيه وفي جولات سياحيه وفي كثير نشاطات. خلينا نحكي بالتفصيل عن النشاطات اللي مخططين لهذا الملتقى. طبعا المهرجان هو رح يكون 8 ايام، فنحن بدنا نحاول انه نعبي هيدي الايام بفعاليات ثقافيه، فعاليات تفاعل مع الاطفال، فعاليات موسيقيه ياخذ طابع المهرجان، يعني مو بس انه سمبوزيوم نحت. يعني حتى في شيء له علاقه بالبيئه، حمله تنظيف للشاطئ مثلا. في هيدي السنة تم التنسيق والتعاون مع البيت العربي للموسيقى باللاذقية لحتى يكون الافتتاح بأوركسترا البيت العربي اللي بتضم تقريبا 40 عازف وعازفة بقيادة بيرج قسيس المايسترو، ورح يكون طبعا ضمن الأيام في نشاطات تفاعلية للأطفال
في كمان مبادرة شباب وصبايا مهتمين بهذا النشاط. هني رح يعني عم يكون يعني الملتقى بهم الشباب وبهم الأطفال وبهم الفنانين. أكيد. يعني كيف تم اختيار الفقرات للفعالية اللي رح تقوموا فيها، وأيضا يعني الاهتمامات كانت متعددة بالملتقى؟ هلأ أول شيء اللي هو الملتقى النحت، يعني أهم الخطوة الأولى أنه في عنا نحاتين. هدول النحاتين كيف بده يتم اختيارهم؟ بالتنسيق مع جاليري مصطفى علي. باقي النشاطات كمان وجهنا دعوات لمين بيحب يشارك من جهات مثلا، فبادر البيت العربي. في متطوعين؟ طبعا كمان. في متطوعين شباب وصبايا، فالبيت العربي بادر بانه حابب كمان يعمل شيء. فهلا نحن ما بناكل هم انه كيف يكون في فعاليات، لانه فعلا الكل حابب يشتغل بهيدا الوضع اللي نحن فيه، والكل حابب يظهر، والكل حابب يقدم شيء لهيدا البلد. فعم ندعي نحن مين حابب يشارك معنا ضمن هيدي الثمان ايام يكون موجود. فتوفقنا هيدي السنه يعني بحفل الافتتاح راح يكون الاوركسترا البيت العربي، راح يكون في رحله سياحيه كمان لبعض المواقع الاثريه في اللاذقيه، بالإضافة لبعض اللات الموسيقية اللي بتضم مثلا ممكن عازفين أو ثلاثة بكل ليلة سهرة، تكون سهرة بيضاء يعني عزف كمان أو بيانو أو جيتار. حتى الموقع نحن اللي اخترناه السنة هو شاطئ البانوراما، تقريبا في بشكل يومي 1000 زائر يعني لهيدا الشاطئ. فنحن كمان بدنا نضيف لهيدا المكان أنه اللي جاي يسبح وجاي يعمل برونزاج على الشط انه يشوف شيء جمالي كمان، يعني يشوف كتل نحتيه. والحلو انه الكتل النحتيه عم تكون كثير ضخمه، يعني عم نشتغل على كل نحات عم بيكون له تقريبا 12 متر مكعب من الرمل، يعني كتله ضخمه جدا عم بيسيطر النحات عليها وعم تضيف للشاطئ شيء جمالي فعلا. يعني عم نحكي عن كميات كبيرة من الرمل وأعداد من الفنانين، أكيد ما قليل. خبرنا كيف عم بيتم تأمين هي الكميات ومين عم بيساعد بهذا الشيء؟ طبعا وزارة السياحة عم تقدم الدعم اللوجستي لهذا الموضوع، بتوجه هي كتب لمجلس مدينة اللاذقية والمحافظة، بالإضافة لمديرية السياحة، مديرية الزراعة، مديرية الموانئ. هلا السنة الماضية كان في صعوبة بتأمين كميات الرمل، لأنه النحت على الرمل بحاجة لرمل ناعم جدا يكون. نوعية معينة من الرمل. فشفنا موقع كان تابع لمديرية الزراعة وأخذنا الموافقات كلها، تم نقل كمية منيحة السنة الماضية. هيدي السنة كمان نفس الشيء رح نشتغل، عندنا تقريبا شيء 140 متر مكعب، يعني في عندنا 14 نحات. وزارة السياحة قدمت كمان الإقامة للنحاتين، وباقي الجهات الرسمية يعني تنسيق مع كل الجهات. نحن رح نأمن كل شيء بخص هيدا النشاط لأنه فعلا يكون احترافي. حتى كمان بيتم توجيه كتب لكل وسائل الإعلام، في عم نعمل هلا تشكيل للجنة إعلامية، لجنة منظمة، هيئة استشارية عليا للمهرجان، بحيث كل لجنة تشتغل باختصاصها، يكون كل شيء بروفيشنال. يعني مزبوط أنا مؤسس ومدير الملتقى، بس أكيد ما رح ألحق أشتغل كل شيء. بالتأكيد هو يعني العمل المنظم والمقسم يعني لأشخاص معينين يهتموا بموضوع معين هو رح يكون أفضل. لكن يعني العمل النحت على الرمل هو مثل ما ذكرت هو يمكن له شهرة كبيرة عالميا، لكن إقامته بسوريا هو جديد من نوعه. نحكي شوي عن النحت بالرمل، نعرف أكثر مشاهدين عنه. هلا هيدي المادة الخام اللي هي الرمل، بيتساءل انه الجمهور انه كيف عم يقدروا يسيطروا على الرمل. طبعا هي السيطرة عليه فقط بمية البحر، الماء يعني الماء المالح. بيتم ضغط هيدي الكميات ضمن بوكسات خشبية ضخمة جدا، مجرد ما نضغط هيدي الرمل بيباشر النحات بالشغل عليه، بيتم الشغل عمليا من القمة للأسفل يعني منشان ما ينهار العمل. يعني هو كتير سهل بس بنفس الوقت كتير صعب، لأنه أي خطأ بتكوين العمل ممكن ينهار العمل بلحظة. طبعا نحن ليش اخترنا نحاتين محترفين خريجين واعتمدنا على الشباب، ما اعتمدنا على الفنانين كبار أساتذتنا، يعني نوجه لهم تحية كمان.
لحتى يكون في لهم فرصة لي يتعاملوا مع مادة جديدة. هني طبعاً بالكلية في عنا مادة الصلصال أو الجبسين أو الخشب أو الحجر. حتى ملتقيات اللي صارت بسوريا هي عملياً ملتقيات على الخشب وعلى الحجر. فنحن هلأ صار في ملتقى جديد هو ملتقى النحت على الرمل، أضفنا مادة جديدة. طبعاً صار هلأ في أكثر من جهة عم تحاول كمان يعملوا هيدا المهرجان، وهذا كان من البداية نحن فعلاً هدفنا نحن نسلط الضوء على هاي المادة لحتى أي جهة كانت ممكن تقدر تعمل هيك مهرجانات. ممكن يكون في تشاركية بيناتكم كمان ممكن طبعاً يكون في ممكن أوسع وأكبر بالسنوات المقبلة. هلأ نحن ممكن نوصل ليوم إن شاء الله أنه نشغل كل الساحل السوري بوقت محدد لأنه تنتشر هيدي الكتل الرملية المنحوتات الحلوة تشوفها كل الناس. علي خلينا نحكي أكثر عن هي الأعمال الفنية، يمكن حتى أعمالك أنت تنوعت بين النحت ورسم اللوحات، خبرنا أكثر يمكن خصوصية النحت على الرمال، شو هي الخصوصية والناحية الجمالية اللي ممكن يضيفها هذا النوع من الفن؟ خصوصية النحت على الرمل غير أنه جديد غير أنه جديد أكيد طبعا يعني كثير بده يكون الفنان ذكي جدا لحتى يقدر يتعامل مع هي الكتلة، خصوصية التفاصيل الصغيرة. التفاصيل الصغيرة هي كل ما أعطينا كمية مي لهيدا الرمل بيصير في ضغط أكثر، والنحات هو بيختار أدواته لحتى يشكل الشكل اللي بده إياه. ممكن يستخدم أي أداة كانت، يعني ما ضروري أدوات النحت اللي متعارف عليها، ممكن يستخدم ملعقة، ممكن يستخدم سكين، ممكن يستخدم أي شيء. فكل ما أعطينا تفاصيل واقعية بالعمل النحتي كل ما كان في جمالية أكثر. طبعا في نحاتين اشتغلوا السنة الماضية شيء تعبيري وشيء تجريدي كمان بيطلع شيء حلو، بس لسه ما تعود الجمهور يفهم أو يتلقى هيدي بصريا. كيف كان الإقبال السنة الماضية على هذا النوع من النحت؟ كيف شفتوا كان إقبالهم؟ حبوا تشجعوا؟ أكيد أولا شافوا شيء جديد وأنه وغريب، وحتى الأطفال كثير يعني هو كان السنة الماضية في على هامش المهرجان قسم خاص للأطفال منشان ينحتوا، فالأهالي تفاعلوا. العمل ممتع كمان يعني مو بس للنحاتين، أكيد رح يكون ممتع للأطفال يعني هي هوايتهم على البحر. تماماً يعني هو جو مهرجاني وسياحي بنفس الوقت. نعم، يعني مثل ما ذكرت لنا أنه يمكن المنحوتات رح تكون واقعية أكثر، أقرب يمكن لتفاصيل حياتنا، شو الطابع العام اللي ممكن يغلب على المنحوتات هالسنة؟ هلأ لسه متوقع يعني كل نحات شو مفكر، بعتوا قسم منهم بعض الماكيتات، في مفردات بحرية ممكن تكون، في شيء له علاقة بالطفل بالإنسان بشكل عام. ممكن نعمل نحن تخصيص للموضوع مثل ما بيصير بباقي دول العالم، إنه بيحددوا موضوع بيشتغلوا عليه. مثلاً ممكن يشتغلوا على عالم ديزني مثلا، اشكال الكرتونيه، ممكن يشتغلوا على شيء بخص البيئه، النباتات. فنحن تاركين هلا المجال مفتوح امام النحات، ممكن بالسنوات القادمه فعلا نحدد الموضوع اللي بدنا نشتغل فيه. لكن القسم الخاص بالاطفال ممكن يساعدون شوي بعض طبعا النحاتين، هو رح يكون يعني هو كل يوم نحن بنخصص قسم من النحاتين للاشراف على الاطفال لحتى ممكن يكونوا هن نحاتين معكم. تماما، حتى عم بيتم يعني السنه رح يتم دعوه طلاب كليه العماره، طلاب كليه الفنون الجميله لحتى يشوفوا اليه بناء هذا العمل النحتي ويتعرفوا على هي الماده الجديده كمان. علي قد ايه بتشوف اليوم يمكن دوركم كبير انتم الفنانين، يعني فقموا البحر له جمال وخصوصيه، عم تزيدوا من جمال هذا المكان، وفعلا يمكن اشتقنا انه نرجع مثل ما كنا دائما مهرجانات وسياحه وكل شيء حلو يمكن نشوفه، فقد ايه بتشوف انه هي خطوه ايجابيه خاصه انه هي الدوره الثانيه، يعني بنينا هي الدوره على نجاح دوره اولى. تماما، هلا هي الفكره لما وجدت أنا بوجه تحية كثير للنحات مصطفى علي اللي هو دعم هذا الشيء، وهو حكى كلمة السنة الماضية إنه الفكرة هي فكرة تثبيت الزوال، إنه هذا الشيء اللي بنعمله على الشط بالرمل بيجي طفل ممكن يبني القصر تبعه، هذا عم يبني هذا الحلم، وبتجي موجة بتسحب هيدا اللي اشتغله هذا الطفل. فنحن قديش قادرين
نثبت لو للحظة واحدة هيدي الفكرة، هيدا الجمال لحتى يشوفوه الناس. وكمان أنا كان كلمتي السنة الماضية إنه نحن لازم كتير نرجع للأصالة، نرجع للرمل السوري، الرمل الساحل اللي تكونت منه حضارة أوغاريت. هذا الرمل أثبت عبر العصور أنه هو رمل الحقيقة، هو ما بيشبه رمال تاني، رمال الصحراء، ما نو كسبان رملية. بتشجعين الفنانين اللي كانوا السنة الماضية لحتى يرجعوا ويشاركوا يمكن يقدموا أفكار جديدة وأعمال جديدة؟ أكيد. هلأ الأساسيين كانوا اللي صار عندهم خبرة بعدهم موجودين معنا السنة، تم إضافة أسماء جديدة رح تكون السنة. هو نحات يعني بحاجة ليوم أو يومين لحتى فعلا يقدر يتعامل مع هاي المادة، بعدين قادر هو يقتحم هيدي الكتلة بكل ثقة. والنحات السورية فعلا أثبت جدارته حتى بالنحت على الرمل عالميا وعربيا، يعني كان في معنا السنة الماضية النحات علي معلا اللي أخذ جائزة بدبي على النحت على الرمل، وفي كمان بألمانيا أخذوا النحاتين السوريين جائزة بالنحت على الرمل. فنحن ان شاء الله السنه رح كمان رح يكون في توزيع جوائز، رح نعمل هيك جو منافسه اكثر للنحاتين ان شاء الله علي. يعني نرجع شوي للمشاركه مع البيت العربي للموسيقى، حفل الافتتاح كيف رح يكون والعازفين وين رح يكونوا متواجدين وكيف رح يتم؟ طبعا هلا عم نجهز الموقع، رح يكون في ستيج بيضم كل هدول العازفين رح يتم بنائه. هن العازفين طبعا قسم كبير منهم من طلاب البيت العربي، الأستاذ بيرش قرسيس هو المشرف عليهم. رح نأمن كل الأمور اللازمة لحتى ينجح هذا الحفل. رح يتم ببداية الافتتاح رفع العلم السوري بطائرة شراعية ومع النشيد الوطني، وباليوم الثاني رح يبلشوا النحاتين كل واحد على الكتلة تبعه ينحت. هو حفل الافتتاح يمكن رح يجذب عدد كبير يمكن من يمكن المشاهدين لهالحفل هذا، يمكن تمام. حتى يتشجعوا اكثر كمان، يعني يكون انضمام الاولاد لكم بالايام المقبله، كمان يكون عدد كبير ويستفيدوا اكثر. هو نحن بهيدي الفعاليات حاولنا انه قدر الامكان نجذب عدد كبير من الجمهور لحتى فعلا نعطي طابع مهرجاني ويكون فعلا ناجح. نعم، يعني أريج اليوم شوقنا انه نشوف تفاصيل المهرجان فعلا على ارض الواقع ونكون مشاركين فيها. خلينا نحكي اليوم نجاح هيك مهرجان قد ايه ممكن يتطلب انه يكون في اجتماعات وتخطيط وتنسيق، يمكن كل شيء على الورق او كل شيء شفهي يمكن بيختلف كثير عن ارض الواقع لما نحن نلمس شو طبيعه الارض شو طبيعه العمل، وخبرنا اكثر كان في هيك اجتماع؟ طبعا نحن من هلا انا لي تقريبا شهرين عم احضر لهذا الشيء، من معاينة للشواطئ، نختار مثلا الموقع اللي يكون أقرب للناس، مو كتير بعيد يكون عن المدينة، لحتى يكون في سهل الوصول للموقع. طبعا تم اختيار شاطئ البانوراما لقربه من المدينة البلادية، وهو بنفس الوقت لقيت بيشبه تصوراتك المكان ويمكن طبيعة الرمل مثل ما حكيت وكل شيء كل هاي التفاصيل. هلا رح يتم نقل الرمل من مكان إلى مكان ثاني، لأنه طبيعة الرمل بالشاطئ هذا ما رح تساعدنا كثير، ونحن بحاجة لكميات كبيرة ما رح نقدر نستخدم نفس الشاطئ، فرح ننقل الرمل من شاطئ ثاني لشاطئ البانوراما. نعم، يعني كمان من احدى الفعاليات اللي رح تقوموا فيها هي رحلات مثل ما ذكرنا، خبرنا اكثر كيف في عنا يوم مخصصينه هو رحله سياحيه للتعريف بالمواقع الاثريه الموجوده في اللاذقيه. طبعا الدعوه المشاركين بالرحله رح يكونوا النحاتين ومجموعه من الاعلاميين والفنانين، وممكن يكون في معنا بعض المراسم الفنيه او المعاهد الفنيه لنصطحب كمان الأطفال نعرفهم بالمواقع الأثرية الموجودة باللاذقية. نعم، خبرنا أكثر يعني من خلال تجربتك رح تكون مجرد مشرف أو تهتم بتفاصيل ويمكن حاجات كل فنان وتشرف على الملتقى أو لا حيكون لك مشاركة وحنشوف أعمالنا؟ هلا السنة الماضية رغم إنه كل هاي التحضيرات أنا كنت مشارك، والسنة كثير حابب بس كلهم الشباب إنه لا علي خلص خليك بالإدارة المهرجان ما تشتغل، فما فيني رح اكيد رح يكون في لي كتله وعم اشتغل عليها. نعم، كمان خلينا نقول هي مفاجاه اليوم انه انت ممكن انه تشارك وتستلم الناحيه الاداريه. تماما، رح يكون هلا كثير بيرتاح الواحد بالشغل لما بيكون في كل شيء منظم مثل ما حكيت، في لجان مختصه كل واحد ضمن اختصاصه، من اللجنه الاعلاميه للتنظيم
الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان هي اللي بيتم التنسيق معها بكل الخطوات. يعني نحكي شوي عن تجربتك أنت علي وفنك يلي عم تقدمه، شو أكثر شيء أنت بتميل له من أنواع الفنون؟ هلا طبعا أنا خريج قسم النحت، ولكن ما اشتغلت كثير بالنحت لأني عشقت شيء اسمه مسرح. اشتغلت شيء له علاقة بالسينوغرافيا، اشتغلت على حالي كثير بهذا الموضوع. كان في إلي تجربة مع الأستاذ نضال سيجري الله يرحمه. لما دخلت مجال المسرح صار في شيء يشدني أكثر لمجال الديكور، السينما، الدراما. كان عندي تجربة بالسينما مع الأستاذ نجدة أنزور بملك الرمال كتنفيذ ديكور، وهلأ حالياً كمان عم اشتغل كمشرف إكسسوار مع الأستاذ نجدة بفيلم جديد هو سيناريو ديانا كمال وإخراج الأستاذ نجدة اسمه رد القضاء. طبعاً أنا مشرف إكسسوار بهذا الفيلم، وهو هذا الفيلم بيحكي عن حصار سجن حلب بالمراحل ما قبل الحصار، فترة الحصار وما بعد. نعم، يعني ما شاء الله عليك علي، فعلا مواهب متعددة وقدران تكون يمكن بتعطي كل جانب حقه وتقدر تنجح فيه. قد ايه بتشوف انه اليوم فعلا الفن بهي الظروف قادر، ان كان من تجربتك انت، قادر يخفف عنك، قادر فعلا ينقلك لمرحلة جديدة؟ خاصة انه اليوم يمكن نسبة كبيرة من الشباب بنشوفهم اما بحالة ضياع او بحالة سفر او بحالة هروب. ممكن هلا انا من البداية انه كنت ضد اني سافر، يعني انه رغم بهيدي الظروف حبيت فعلا اشتغل، حبيت قدم للبلد قدر الامكان بخبرتي وبمجالي، سواء كان بديكور المسرح او بالسينما والتلفزيون او بمجال الفن او حتى مع الاطفال. كثير اشتغلت على الجانب النفسي للاطفال والدعم النفسي. كان لي تجربه تقريبا لمده سنه ونص كمان مع الجمعيه التنميه هون بدمشق، اشتغلت مشروع كان عنوانه العلاج بالفن التشكيلي، وهيدي التجربة قدمناها بمعهد الإصلاح بقدسية. قديش لقيت نجاح يعني هالموضوع؟ والله هو أنا كان يعني العلاج بالفن التشكيلي، العلاج بالفن التشكيلي طبعا هلا اشتغلنا نحن على الأطفال الأحداث المرتكبي جرائم سواء بقصد أو دون قصد، جرائم القتل والمخدرات. اشتغلنا على هذا الموضوع كثير وكان لاقى نجاح. يعني أنا خلال 6 أشهر حولت معهد الإصلاح لمركز للفنون التشكيلية. صار الكل عم يشتغل، الكل عم يرسم، الكل عم بيعبر عن الحالة اللي هو فيها. حتى مثلا ضمن هيدا المشروع كان في انه نقدر نوصل لدواخل وعوالم هذا الطفل اللي مرتكب الجرم وهو ما نو معترف. من خلال رسوماته عرفنا نوصل مثلا لموقع الجريمه، كيف تم الجرم، كيف تم هذا الجرم. فعلا فكره كثير مميزه انه اريج ممكن نحن نشوفها ببلدنا، وخاصه بارقى انواع الفنون ممكن تكون هي وسيله ان كان لها الاصلاح وان كان حتى لاكتشاف تفاصيل وحقيقه الاشياء. اليوم قد ايه ممكن فعلا هذا الجانب كمان من الفن نوصفه اكثر ونطوره لحتى يصير فعلا جزء من علاج شخصيات الاطفال؟ هلا هذا المشروع فعلا بحاجه كثير للدعم. للأسف وقفنا عن الشغل حالياً بهذا المشروع لأنه فعلاً بده دعم كتير كبير. ما لقيت الدعم المناسب؟ ما كتير أبداً، لا أنه يعني جهود فردية، الجمعية اشتغلت شوي، ولكن ان شاء الله نرجع انه ممكن نكمل. مراكز الايواء يعني كمان عم يكون يعني يمكن بحاجه كثير الاطفال الموجودين للعلاج، لهالطريقه الجديده من العلاج. طبعا هلا هو عم ينشغل على هذا الشيء بمراكز الايواء، ولكن مع يعني انا مشروعي كان موجه تحديدا للاطفال مرتكبي الجرائم. نعم. فهذا توقف حاليا ما عم نشتغل فيه، وان شاء الله نقدر بالسنوات الجايه انه نرجع نفعل هذا الشيء ونشتغل عليه بشكل فعلا احترافي، لانه باقي الدول كثير سبقتنا بهذا المجال. وعم بيكون طبعا ما عم نشتغل شيء هيك عبثي، عم بيكون في ارشاد نفسي معنا، مشرفين مختصين بهذا الموضوع، عم نشوف كيف التغيرات عم تطرأ على حاله هذا الطفل او هذا الحدث. نعم، يعني بدنا نتشكر وجودك معنا علي، واكيد بدنا نوجه تحيتنا اكيد للفنان مصطفى علي اللي فعلا دائما عم يرعى الشباب، خلينا نقول، ويقدم كل شيء جديد سواء بالجاليري او بمشاركته بالمهرجانات او بغيرها. اليوم علي خبرنا شو حابب تقول ان كان لكل الفنانين اللي مشاركين او حتى للفنان مصطفى علي، شو بتحب توجه له؟ بوجه له كل الشكر لأنه فعلا هو إنسان بكل معنى الكلمة، واقف مع الشباب،
واقف معي أنا تحديدا، ويعني دائما بحسه هو فعلا سند لأنه أي مشروع بدي أشتغله أو أي فكرة تخطر ببالي دائما أنا بفكر بالأفكار الجديدة بقترحها عليه. بيساعدك بناقشك؟ طبعا أكيد، هو يعني صار صديق أكثر، صار أب أكثر. هو فعلا أب روحي يعني لإلي، تناقشه بكل شيء وبيقول لي خلاص اشتغل يعني ما توقع. فألف تحية لإله الأستاذ مصطفى. أكيد نحن نتمنى لكم كل التوفيق وإن شاء الله انطلاقة موفقة لهالملتقى اللي رح تقوموا فيه وهالمهرجان. شكرا كثير لوجودك معنا اليوم إليك. علي موفق علي، وأكيد تحيتنا لكل الفنانين المشاركين ولفناننا مصطفى علي، دايما من له بالتوفيق، ناطرين أكيد نجاح الملتقى ونجاح كل الفنانين. شكرا لإلك. أما هلأ مشاهدينا صار وقت ننتقل لغرفة الأخبار لمتابعة آخر وأهم الأنباء مع زميلتنا علا أبو الخضر. يسعد صباحك علا. يسعد صباحك أريز، وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. ارتقى 5 شهداء وأصيب 25 شخصا جراء خرق المجموعات الإرهابية اتفاق وقف العمليات القتالية عبر إطلاقها قذائف صاروخية على الأحياء السكنية والمرافق العامة في مدينة حلب. وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب أن قذيفة صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية التكفيرية سقطت في الحديقة العامة بحلب، ما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص بينهم طفل وامرأة وإصابة 27 شخصا بجروح. ارتفع عدد خروقات اتفاق وقف العمليات القتالية التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية في سوريا منذ بدء تطبيق الاتفاق إلى 803 خروقات. وقال مركز التنسيق الروسي في حميميم إن خروقات 4 وقعت في ريف دمشق، مشيرا إلى أن ما يسمى جيش الإسلام استهدف بالقذائف الصاروخية والهاون بلدات عدة بريف دمشق، فيما يواصل تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين محاولاتهما الرامية إلى تقويض الاتفاق باستهداف أحياء سكنية في حلب بالقذائف. قبل أيام من لقاء ثلاثي روسي أمريكي أممي في جنيف للبحث في تعزيز اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا وتسوية الأزمة سياسيا، أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أنه سيلتقي بنظيره الروسي سيرجي لافروف في جنيف خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة اقتراح أمريكي لتوثيق التعاون العسكري وتبادل معلومات المخابرات بشأن سوريا. وقد يعقد الوزيران محادثات تفصيلية على هامش تجمع دول لجنوب شرق آسيا في لاوس يومي الاثنين والثلاثاء القادمين. بدوره أكد لافروف أن استعادة الثقة بين روسيا وتركيا رهن تقدم الطرفين في اتجاه العمل المشترك في القضايا الثنائية وعلى مسار تسوية الأزمة في سوريا. وأضاف لافروف أن الوضع في سوريا قد تغير بشكل ملحوظ خلال الأشهر 7 الأخيرة، وظهرت الظروف اللازمة لهزيمة الإرهابيين وإطلاق السوريين حوارهم بما يتيح لهم تقرير مصير بلادهم بأنفسهم. أعلنت الشرطة الألمانية أن حصيلة الهجوم المسلح على مركز تجاري في ميونخ ارتفعت إلى 9 قتلى إضافة إلى منفذه الذي أقدم على الانتحار، إضافة إلى إصابة 21 شخصا آخر بجروح وفق حصيلة غير نهائية. إلى ذلك أعلنت الشرطة الألمانية عن عملية أمنية كبيرة واستعانت بالجيش لملاحقة المشاركين في الهجوم على مركز التسوق بعد أن اشتبهت بوجود 3 مسلحين في المدينة، وأنهت السلطات حالة الطوارئ التي أعلنتها عقب الهجوم، لكنها شددت على أنها ستبقى حذرة، فيما دعت المستشارة أنجيلا ميركل إلى عقد جلسة لمجلس الأمن الألماني اليوم لبحث تداعيات الهجوم.
ألقت الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية القبض على 3 أمريكيين في ولاية فلوريدا للاشتباه بمحاولتهم دعم تنظيم داعش الإرهابي. وقال مدعون أمريكيون إنه تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم في مطار ميامي، حيث كان يخطط للسفر إلى ألمانيا ومنها إلى تركيا ليتسلل بعدها إلى سوريا بهدف الالتحاق بصفوف تنظيم داعش الإرهابي. فيما زود المتهمان الآخران الأول بأسلحة وتعليمات استخدمها وأعربا عن رغبتهما في الانضمام لداعش. في خبرنا الأخير، تذرع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بمحاولة الانقلاب الأخيرة ليعلن عزمه إعادة هيكلة الجيش التركي، وذلك بعد أن شن حملة هستيرية اعتقل خلالها وسرح عشرات الآلاف من القضاة والعسكريين والموظفين. وهذا فيديو لنحو 300 عنصر من الحرس الرئاسي تم اعتقالهم خلال اليومين من قبل السلطات التركية على خلفية الانقلاب. ...95 çıktı. Yani aslında 295 bizimki, jandarma söyledi. 295... 500 tane falan getirseniz 600 tane ilk etapta. Tamam gibi oldu. Buraya girmiyoruz. وصلنا إلى ختام الموجز، عودة إليك أريج. شكرا لك علاء. أما هلا أكيد مكفيين باقي فقراتنا بصباحنا غير، ووصلنا لفقرتنا. شو هي فقرتنا الأخيرة أريج؟ دائما هتكون مميزة، وخصوصا أنه هي من مهرجان القلعة والوادي بمحافظة حمص اللي عم يعيش اليوم أجواء كتير مميزة أحياء للتراث وتمسكا بالعادات والتقاليد السورية، وبهدف تعزيز وتكريس دور السياحة الداخلية جاء انطلاق مهرجان القلعة والوادي لهذا العام خير دليل على ذلك. كاميرا الإخبارية السورية برفقة مراسلنا نبال إبراهيم رصدت أجواء وفعاليات المهرجان، تفاصيل أكثر من تابعه بالتقرير التالي، ونرجع أكيد لحتى ناخذ اتصال مع مراسلنا. تحت عنوان تراث الضيعة بدأت فعاليات مهرجان القلعة والوادي الذي تأتي انطلاقته ترجمة لرسالة الحضارة والسلامة. تضمن المعرض أدوات تراثية قديمة ومنتجات لقرى وادي النضارة، وقدمت خلالها فرقة القرية للفنون الشعبية فقرات استعراضية ورقصات فلكلورية. نعول كثيرا على هذا المهرجان لخصوصيته، فنحن نعلم أن الوادي يختصر السياحة السورية بشكل كامل. بدأنا اليوم من قرية قلاطية، وهي كما قلنا هي مثال يحتذى للتنمية الريفية أو للسياحة الريفية التي ستسهم في التنمية الريفية، كما رأينا مهرجان للتراث. اليوم سياحة المغتربين موجودة في الوادي، من يمكن أن ينظر إلى هذا الجمال الموجود حولنا ولا يظن أنه سينعكس على قلوب أبناء هذه المنطقة الذين أبدوا إبداعا في مثل هذه الفعاليات. هدفنا نوصل رسالة للعالم أن السوريين بعدنا عايشين، السوريين أصيليين، السوريين كرمة، السوريين بيحبوا وطنهم، بيحبوا قائدهم، بيحبوا وطنيتهم، ونحن بنوجه رسالة للعالم كله سوا أنه بعدنا عايشين. هو عبارة عن يعني محبة ورسالة لكل شيء موجود وكل شيء عم يشاهدنا، أنه هاي سوريا، هاي شعبها، هيك تربينا، وهذا كله من التراث. تلا فعالية تراث الضيعة حفل الافتتاح الرسمي لمهرجان القلعة والوادي بحضور كبير، وقدم عددا من المطربين عددا كبيرا من الأغاني الوطنية والتراثية، كما قدمت فرقة جلنار الاستعراضية عدة فقرات راقصة وفلكلورية شعبية وتراثية. في بداية أيام هذا المهرجان أتوجه بالشكر للقيادات السياسية والفعاليات الاقتصادية والسياحية، إذ نلتقي بالفرح وبالمحبة وبالثقافة.
والرسالة بعتقد اللي بيبعتها الوادي لسوريا بالذات ولخارج سوريا بعتقد يعني، وخاصة انه ابناء الوادي منتشرين بالعالم كله سوا، انه تعالوا رجعوا لبلدكم، رجعوا لاصالتكم، رجعوا لقيمكم، رجعوا لحياتكم. تكريسا وتأكيدا بان الحمد لله حمص، محافظة حمص مدينة وريفا وبمناطقها، وها نحن اليوم في وادي النصارى، يؤكد بان الحمد لله سعادة عافيتها، ويؤكد هذا الشعب القوي الطيب الشعب العظيم بأن كل الأرهاب الذي مر علينا على زمن من سنوات لن يزيدنا إلا إصرارا بعودة حياتنا الطبيعية. تحرير هذه المنطقة وبالأخص قلعة الحصن من وجود أرهاب وإجرام، بالنسبة لي هذا المهرجان هو انطلاقة حقيقية لمهرجان النصر الأكبر بإذن الله. سوريتنا بخمرة عشقها تستحق هذا الغناء الطيب وهذا الحب الكبير. يعني مهرجان ضروري انه يبقى، ضروري انه يرجع ليأكد على الحياة المستمرة، وعلى قد ما كان في حزن بالقلب في مكان للفرح وفي مكان للبياض، فهذا المهرجان بيأكد على هذا الشيء اكيد. تميزت سوريا بمكوناتها الحضارية والتراثية التي عكستها بشكل واضح، الحرف التقليدية والفلكلور الشعبي لكل مدينة، وفي كل عام يأتي مهرجان القلعة والوادي تأكيدا على رسوخ رسالة الثقافة السورية. يعني فرح بالإضافة للتقرير اللي تابعناه وشفنا كيف كانت الأجواء. أكيد معنا عبر الهاتف مباشرة مراسلنا بحمص نبال إبراهيم. يسعد صباحك نبال. صباح الخير إليك أريج ولفرح ولمشاهدي الإخبارية السورية. نبال خبرنا كيف كانت أجواء اليوم الثاني من مهرجان القلعة والوادي. استمرت فعاليات مهرجان القلعة والوادي اليوم الثاني بأجواء تملأها الفرح والمحبة والتفاؤل في قرى ومناطق وادي النضارة بريف حمص الغربي. طبعا فعاليات يوم أمس كانت بمشاركة كبيرة وحاشدة من الفعاليات الرسمية والاجتماعية والسياسية والفنية والاقتصادية والشعبية المحلية وعدد من المغتربين. وقد ابتدأت هذه الفعاليات وفعاليات يوم أمس تحديدا بسوق للبازار ومعرض لأعمال جرحى الجيش في ساحل فندق الوادي، وتلا هذه الفعالية جولة علمية وشعبية لعدد من طلاب جامعة البعث في كلية السياحة، بالإضافة رافقها جولات شعبية إلى قلعة الحصن. رافق هذه الفعالية فعالية موسيقية لفرقة موازبيك. أيضا كان هناك في جامعة الوادي لقاء مع السياسي اللبناني سالم الزهران، وتم افتتاح يوم أمس سينما للطفل في مطعم الناصرة، وكان هناك أيضا لقاء مع عدد الشعراء المحليين في المركز الثقافي في بلدة مرمريتا، وتم عرض فيلم فانية وتتبدد أيضا في المركز ذاته. وكانت يعني نهاية هذه الفعاليات اليوم أمس بحفل فني أحياه الفنان إياد حنا في جامعة الأحواش، رافقه عروض وعدة فقرات استعراضية لفرقة التخت الشرقي لدار الأوبرا. نعم خبرنا أكثر نبال، يعني عم نشوف اليوم فعاليات فنية متعددة ومن مبارح يمكن الأجواء غير شكل، خبرنا أكثر كيف عم بيكون الإقبال والتوافد للناس، شو هي أبرز التعليقات ممكن يلي سمعتوها؟ بالنسبة للإقبال مثل ما قلت لك المشاركة بالفعل كبيرة كثير، تحديدا من الفعاليات الأهلية والشعبية عم يكون هناك مشاركة، أيضا الفعاليات الدينية والاجتماعية عم نشوف تواجد لعدد من المغتربين العرب اللي هن من أهل المنطقة، تحديدا عم نشوف إن إجوا بهذه الفترة ليكونوا ويشاركوا بمهرجان الوادي والقلعة، اللي هذا المهرجان اللي هو صار تقليد سنوي وأساسي لأهالي المنطقة بشكل كامل. فرح نعم يعني نبال كيف عم تلاقي عم يعيش السوريين هالأجواء، خاصة أنه يعني هن بحاجة لعودة هالمهرجان وبحاجة يمكن لحتى يرجعوا يسترجعوا الفعاليات اللي بيبنى عليها هالمهرجان إن كانت تراثية أو فنية أو حتى يمكن يكون مسابقات؟
هلا هي الاجواء عم يعيشها اهالي محافظه حمص وتحديدا يعني بمنطقه الوادي عم تكون اجواء كثير مميزه، عم يملأها الحب، عم يملأها المحبه، عم يملأها التفاؤل. بالفعل يعني عم نعيش نحن كاعلاميين مع اهالي المنطقه اجواء الفرح، اجواء السرور، يعني ما عم نعيش حالات انه تغطيه اعلاميه بقدر ما هي اجواء من الافراح، اجواء من الاعراس الوطنيه حقيقه، لانه بكل فعاليه عم نحس فيها شيء عم يلامس يعني الشكر لابطال الجيش العربي السوري. عم نلاحظ تماما انه بكل فعاليه منها فعاليات عم نلاحظ فيها شيء من رسم المحبه والتفاؤل لسوريا الغد. نعم. ريش نعم نبال، بدنا نتشكرك وبدنا نوجه تحيتنا اليوم لكل اهالينا بمحافظه حمص وعلى كل حدا قدر يشارك ويرسم البسمه من خلال هذا المهرجان. شكرا لك نبال. يعني اليوم أريج عم نحكي عن مهرجانات متعددة، سواء مثل ما شفنا مهرجان القلعة والوادي أو حتى المهرجان اللي عم يتم التحضير له باللادقية، ففعلا اليوم في حركة كثير حلوة ومميزة إن كان بمحافظة حمص أو غيرها من المحافظات. شو رأيك أريج؟ أكيد يعني فرح، هذا الشيء بيأكد على استمرار الحياة اللي دائما بيصروا عليها السوريين بمختلف المحافظات وشو ممر عليهم من أزمات. أكيد السوريين قد التحدي وهن أهل لحتى يعيشوا حياتهم مثل ما أكيد كانوا عايشين. أكيد يعني شهونا نشارك بالمهرجانات، ثقافة، فن، موسيقى، كل شيء فيه حياة، كل شيء فيه فرح، وإن شاء الله يا رب الفرح بيعم بكل المحافظات السورية وبيرجع الأمن والأمان لكل شبر منا. إن شاء الله. هيك أريج بنكون وصلنا لنهاية محطتنا الصباحية لليوم وآخر محطات برنامجنا. أي اقتراحات ومواضيع وفقرات حابين أنه تطرحوها بإمكانكم ترسلونا عبر صفحتنا على البرنامج صباحنا غير. تحية متجددة دايما لحماة الديار أبطال الجيش العربي السوري. صباحنا غير جديد بكره، من هلا لبكره تبقوا بألف خير ونهاركم سعيد. ونهارك سعيد أريج. أكيد نهارك سعيد فرح، وأكيد ما ضل بمحطتنا إلا أنه نودعكم على أمل اللقاء بيوم جديد. ولحماة الديار تحية حاضرة ببرنامجنا، أكيد بقية نهار ممتع بالعمل أو بصحبة العائلة، أكيد تبقوا بألف خير. باي باي.